السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا استعدادات المنتخب المغربي لمواجهة منتخب إسبانيا، وكذلك غادي نشوفوا بعض تصاريح لاعبي المنتخب المغربي. نخليكم مع استعدادات المنتخب الوطني. بالنسبة لهذا التأهل كنشوفوا تأهل مستحق، لأننا جينا للمونديال باش نكتبوا التاريخ ان شاء الله. الحمد لله خدمنا مزيان ومازال كنخدموا، مبروك علينا التأهل. المقابله المقبله كنشوف انها مقابله صعبه امام خصم اللي قوي، ان شاء الله نستعدوا بما فيه الكفايه باش نحققوا التأهل ان شاء الله. وكما كان الجميع ان الجماهير المغربيه شغوفه بكره القدم اللي ديما مساندينا الحمد لله، كيحضروا الملعب بكثافه. كنبغي نشكر الجماهير اللي كتحضر ولا الجماهير اللي خلف الشاشه اللي مستطاعش تكون في الملعب. كنبغي نشكرهم، كنبغي نشكر العرب والافارقه اللي كانوا مدعميننا وشجعونا. ان شاء الله كما قلت لك اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر باش نتاهلوا ان شاء الله للدور الموال. الحمد لله. إذا هادشي اللي كاين، وصلنا للنهاية ديال الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدوه.